السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبيباتي؟ يا رب إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية. اليوم جيت أغطي لكم هذا المكان اللي هو فاين لوك، أكيد الكل يعرفه، مقابل هنا الهرم. هذا الهرم هنا بداية اللي هو شارع التحلية. جيت أغطي المكان هذا بناء على طلب واحدة من الأخوات. الصراحة هي قالت لي أغطيه قبل فترة، كان في تخفيضات لدرجة أنه كان تبدأ عندهم مليارين وثلاثة، تخيلوا. فهي قالت لي غطي لنا يا منال فاين لوك، هذا هو راح أوريكم الحين إن شاء الله اللوح حقته اللي برا. لكن والله أنا على حسب التساهيل يا بنات، حسب التساهيل أخذ كل طلباتكم في عين الاعتبار وأجي أنفذها لكم، ولكن حسب ظروفي وحسب وقتي حبيباتي. هذا هو، شايفين فاين لوك، هذا هو. الآن راح ندخل ويعني نشوف الحاجات اللي فيه ونغطي مع بعض بإذن واحد واحد. خلوكم معايا شوفوا بنات، طبعا ما عندي اطفال بالسن، بس جيت اغطيها لعيونكم. شوفوا ما شاء الله الترنجات هذه كامله، الترنج على 46 ريال مكتوب هنا اهو، مكتوب انه ب 46 ريال كامل، وقماشه ما شاء الله مره حلو. في عندكم بربتوزات النونوات هذه جميع المقاسات، في اعتقد لين عمر سنه على 6 ريال. لف من الجهه الثانيه بس، شايفين برضو في البطوزات، راح أخذ لكم هي كلها إن شاء الله، أطفال أولاد بنات نساء لو في نساء. هذا على 20 ريال، شايفين البربطوز على 20 ريال، وطبعا في منه مقاسات، هذا من عمر سنة سنة ونص، لكن طبعا في ورا مقاسات. شوفوا كمان يا بنات هنا، شايفة بس ما أدري إيش بهم لخبطين ملابس الكبار مع الصغار. هذه يعني قمصان ولادي بس مقاسات أكبر شوية. شوفوا كمان الكياتة يا بنات، هذه ولادي بس ولادي صغار يعني، شايفين. أنا أحب الترنجات زي كذا تجي مطاط، وهذا بقبوع كذا قبعة ومرة حلو شكله. كم هذا؟ ب 36 ريال، ب 36، شايفين عندهم تشكيلة حلوة للأطفال الصغار. هذول هنا على كم؟ هذا الطقم زي كذا على 17 ريال، شايفين شورت و... لا مو شورت، هذا كامل، وهذا هنا على شورت، شايفين. شوفوا كمان هنا يا بنات اشكال ثانيه، ترنجات ثانيه بس ما ادري الترنجات زي كذا شويه ثقيله، 46، شايفين. هذه كلها هنا اطفال، هنا بجاهين، هنا اطقم المواليد، بربطوزات المواليد واطقم المواليد، هذا عندكم كامل ب 23 ريال، اللي حامل وجاهز. تجيك مريلة مع الشراريف مع هذا الصديري مع البنطلون، كله هذا الطقم ب 23 ريال، هذا من 6 ل 9 شهور، وفي اصغر طبعا، شايفين. المامات الجديدات ما يفوتهم. هنا في بجايم اكبر بس انها شتويات، لسه لسه منزلين الشتوي يعني شويه. هنا كله يا بنات القسم هذا، بربتوزات على بجايم على أطقم المواليد، شايفين. على الكوافل، على كلها حاجات يعني النونوات، المواليد الصغار اللي لسه توهم مولودين، في بجايم بس البجايم اللي هنا ترى شوية شتويات. شوفوا الطقم الكامل هذا عندكم، طقم المولود كامل بكم؟ في منه مقاسات، في ميديم وفي لارج وفي سمول، سعره 46 ريال. كم قطعة؟ شوفوا القطع اللي فيه، بربتوز كامل، بربتوز داخلي، مريلة وكوفلة، وفي أشكال منه ألوان، وطبعا بجايم. وهنا فيه اللي هي البربتوزات الكاملة بس إنها قمشتها شوية لسه شتويات ثقيلة، وهنا فيه بجايم على أخف يعني قمشتها أخف، شايفين كذا مقاسات صغيرة وكبيرة. هنا برضو شايفين البطانيات اللي تجي بقبعة للرأس ب 47، تجي بغطاء مرة حلو سعرها وحلو أشكالها، وفي ألوان بناتي ولادي. هنا الأسرة أو المهادات، اجلسي مراد اجلسي، شايفين. وبيت الطفل اللي هو اللي حط الطفل جوته، سعره ب 20 ريال، 20 لا 29،
29 ريال. هناك المرايل وهنا بجايم، هنا برضو بجايم، في اشياء حلوة والله عندهم. شوفوا يا بنات، طلعت منه على قسم الشبابي، يعني عندكم أولاد كذا من سن يعني تقريبا 14 وفوق، كله هنا لهم، يعني تيشيرتات شورتات ما شاء الله. هذا حلو، سعره 19 ريال، يلبس كم مو كاتبين. دقيقة بنات تأكد بس من المقاس، ماذا مو كاتبين المقاس. حلو سعره وحلو مرة التيشيرتات، شايفين كل هذه البولو، يعني ما شاء الله قسم الشباب مرة متنوع، في تيشيرتات وفي حاجات. تيشيرت بنات على 12 ريال، على 12 ريال أي تيشيرت 12 ريال اللي عندها، يعني أولاد شباب. شوفوا الشورتات هنا بناطيل، هناك القمصانة الرسمية. شوفوا الشورتات، شورت ب 28 ريال، الشورت في ألوان منه. كمان بنطلونات تيشيرتات داير ريال. قمصان البولو هذي على كم؟ قمصان البولو 22 ريال يا بلاش. حلوة أشكالها صراحة، في تشكيلة شبابية واسعة. يعني هذا قسم الشباب، يعني من سن 14 كذا 15 وانتي طالعة، في مرة لهم أشكال حلوة. اللي عنده أولاد شباب سن شباب تيجي تاخذ من هنا. حتى بناطيل والله خامتها مرة حلوة يا بنات، هذا ب 44. شوفوا الشورت زي اللي شفته أول بس لون ثاني، في أشياء رسمية وفي أشياء أقمشتها أخف. يعني شوفوا هنا البناطيل الرياضة ما شاء الله مرة، مقاسات ما شاء الله متعددة. حتى الشباب الكبار اللي هم يعني كبار في مو كبار في السن، يعني اللي هم في العشرينات وكذا تجي عليهم. هذا ب 45، وفي منه كمان شورتات الأولاد اللي يلعبوا كورة يروحوا يحضروا مباريات وكذا. يا بنات هذا طلعت أنا من هذاك القسم على قسم الشباب هذا. وفي هنا القسم، وفي قدام هنا قسم متكامل الملابس الداخلية اللي هي تحت الثياب تلبس، وهنا قسم ثاني متكامل الملابس الرياضة. هذا في متعلق بالشباب. جينا عند الأصغر سنا، هذه ب 40 ريال اللي هي البدلة الرياضية الكاملة، في منها ألوان في منها أشكال، وفي هنا كابات. ندخل شوية على قسم الله، هذا اللي هو الشباب الصغار يعني 9-8 كذا 7. شوفوا زي كذا، هذه البناطيل الواحدة 17 ريال الأقطان، هذه يعني للشباب الأصغر سنا زي ما قلت لكم. التيشيرت حلو على 12 ريال بس، في منه ألوان، شايفين هذا يلبس 10 سنوات. حلوة مرة أشكالها، تأخذوا لعيالكم كذا للعيد، أصلا حيكون صيف. هذا عجبتني، يمكن أخذ الولدي بس ما بتأكد من قياس. شوفوا البنات هذه كمان سعرها، في منها هذا اللون وفي الأبيض 12. أي تيشيرت يا بنات 12، مرة أشكالهم حلوين. هذه 10 وهذه تلبس في جميع المقاسات ما شاء الله، شايفين مرة تشكيلة. شوفوا هذه مرة حلوة كمان عجبتني، عندهم والله أشياء تجنن. وهذه برضو رسمتها حلوة، حب الأولاد أشياء دي. وفي بنطلونات طبعا جينز، البنطلون على 24 ريال، في تشكيلة في هذا الشكل، في هذا الشكل الأغمق غامق. شوفوا يا بنات ترى هذه لونها اسود مو كحلي. وفي شورتات، الشورت على كم؟ على 19. يعني ما شاء الله تقدروا تقضوا العيد لعيالكم اسعار في متناول اليد، يمكن 500 ريال ولا اقل تكفي 24. شايفين في ما شاء الله عندهم تشكيله مره حلوه، يعني زي ما قلت لكم قمصان زي كذا،
تيشيرتات، هذا برضه شكله حلو، حلو الأشياء هذه كذا الأولاد تعجبني، برضه ب 12 ريال في هذا الشكل. خلطنا كذا لفة سريعة فيه عشان نطلع نروح قسم ثاني. هنا قسم الأولاد الأصغر سنا، شايفين مع شورتات مرة حلوة على 19 ريال الشورت، شوفوا أشكال برضو، شايفين برضو حتى الأولاد الصغار اللي 3-4-6 سنوات 7 سنوات في أشياء مرة جميلة. شيرتات على 12 وزي كذا على 19، البنات 19-20 أقصى شيء 24. طلعت فوق قسم النسائي، شوفوا طبعا غطيت اللي تحت كله أطفال وشباب ومواليد، باقي فوق دور هذا هو، شوفوا البجائم على 29 اللي هو دور النسائي، وهنا شوفوا أشكال منها، يعني في لها أشكال متعددة كثيرة. في برضو قمصان زي كذا الأرواب على 14 ريال الروب، يعني يا بنات رخص رخص يا بلاش، تجي تقضي لك والبناتك وال... شوفوا هذه مرة حلوة حبيتها، 29 ريال سعرها. أي بيجامة، أي بيجامة 29، وأي روب 14. هذه اشتريت أنا زيها من المحل اللي سويت لكم تغطية منه المرة اللي فاتت، بس يمكن لونها زهري، نفسها بس أخذتها ب20 من محله، هي ب29. شايفين؟ شوفوا يا بنات هنا كلها أشكال صيفية، بطيخ وحركات، حلوين مرة. شوفوا يا بنات ذا البنطلون هذا عجبني، جاي قماشه زي الجينز، في منه مقاسات وسعره بكم؟ ب46 ريال، في منه مقاسات شايفينه على العارضة. في عندهم طبعا هنا تيشيرتات، في عندهم بلايز، بجايم، كل هذا القسم نسائي، كل قسم نسائي. هذه ايش؟ هذه بلايز بأكمام طويلة، وهذه كلها بلايز هذه بس أكمام طوال هذي. وفي كمان تيشيرتات برضو، في بناطيل للبيت وللخروج، في زي كذا رسمية، بناطيل رسمية الواحد على 24، يعني والله عندهم أشياء حلوة. في بنات في فيديوهات اللي فاتت يقولوا لي انت يا نوال تصوري الارض كثير وتحركي الكاميرا، وهذا الشيء يدوخنا بنات. انا اسوي الحركه هذه لما يكون قدامي ناس، فاستحي صراحه اني اصورهم، تعرفوا الناس يتضايقوا لما يلاقوا الكاميرا في وجههم، فمعليش اعذروني لما تلاقوا فجاه الكاميرا كذا نزلت. نشوف ايش في، انا جالسه كذا امشي واصور لكم بس على الماشي، تفرجوا معي على الماشي. هنا كانوا بناتي، بعدين دخلنا قسم البنات الصغار، شايفين؟ أيوة قسم البنانيك، هذه يا بنات ملابس البنات، ترون ترى الملابس يعني ما احتاج اقول لكم اسعارها كلها، لانها تتراوح زي ما قلت لكم من 14 لغاية ماكسيموم 44-45 زي كذا، يعني اكبر يعني أغلى سعر قصدي. عند البنات برضه تيشيرتات وبناطيل بجايم ذيك الجهة، ساتي أخذ لكم لفة من هنا عشان تشوفوا البناتي، شوفوا عندهم أشياء صيفيات، عندهم حاجات مرة حلوة صيفية اللي عندها بنات تيجي، مرة قماشة وخامتها وقطنها مطاطها من هنا مرة حلو. كم سعرها؟ 11 ريال تخيلوا، في منها كمان هذا اللون. في برضو للبنوتات الأكبر شوية تيشيرتات، في بناطيل طبعا، بس هذه خلاص صارت شتويات، شايفين؟
كلها كذا نفس الشيء نظام هناك بجاين شرتات فساتين وسعرها ما تتجاوز زي ما قلت لكم 12 ريال طولهم بلاطي زي كذا مطاط هناك أعتقد قسم الأحذية وهنا قسم العبي برضو هذا بنات شايفين كل هذا هنا بنوتي أنا بس كذا أعطيكم نظرة تشوفوا والأسعار يعني قلت لكم هي تقريبا في واحدة من الأخوات قالت لي منال روحي محل عبايات وصوري لنا كذا عبايات تكون شيك شوية أي مكان تروحي هنا في جدة ترى في عنده الرخيص والغالي شوفوا زي هذه شكلها والله حلو فخمة يعني مو بطالة بس إذا تبغي الفخامة فخامة مرة تروحي المولات أكيد إنك لازم تروحي المولات طبعا شايفين ما شاء الله قسم البنات كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله أفرول أفرولات مالي ذا سعر الأمهات اللي عندهم بنات يبغوا يجهزوا لهم للعيد مرة لا يفوتهم المكان هذا شايفين بناطي تجي تجهزي بناتك من هنا ما راح يكلفك مبلغ كبير زي هذه مع هذه شايفين كيف شكلها حلو أنيقة في حاجات مرة حلوة للبنات شوفوا تيشرتاتهم كيف عسولة شوفوا هذا كيف حلو مرة عجبني فستان صغير هنا يمكن الأعمار الأصغر الأعمار الأصغر سنة سنتين أمهات البنوتات الصغار شوفوا لا يفوتكم هذه يعني أعمار السنة السنتين الثلاث سنوات شايفين فستان في للبنات الصغار حاجات تجنن مرة كيات ملابس البنات الصغار دايما اي محل اروح احلى شي فيه الاطفال يفوزوا فيه البنات للاطفال شوفوا هذا يا ناس سنتين 25 سنن في منه احمر واسود طبعا يا بنات هذا اخر قسم راح اغطي لكم بعد كذا خلاص انا اكون خلصت من كل الملابس الداخلية الملابس الداخلية عندهم البراء على 13 ريال والكامل الطقم الكامل على كم هنا هنا عندك كلم ولدي 24 الطقم الكامل بس في تشكيلة حلوة عندهم